أبلغ أمير المؤمنين أني جعلت وصيتي وتركتي وبناتي وإنفاز عهدي إليه. كما برع في تجسيد بسالة خالد بن الوليد القائد، تفنن في إبراز مشاعر خالد بن الوليد الإنسان. الفنان مهيار خضور ضيف MBC في أسبوع. الفنان مهيار صار عندنا في الاستوديو. يا مساء الخير، يعطيك العافيه. مساء النور، يا اهلا. مساء الخير يا مهيار. مساء النور، يا اهلا. لنا الشرف طبعا وجودك معنا في برنامج خلي لي في الاسبوع. خلي لي دائما يقال انه المعروف لا يعرف، واحنا ما دام بنسال يعني ضيوفنا انه اسئله عن شخصيتهم، انت كيف تريد ان تعرف الناس بشخصيتك؟ من انت؟ هي اصعب شيء يمكن الواحد يعرف عن حاله، بس بعرفك عن احدى. أنا مهيار خضور، ممثل سوري، درست بداية بالمعهد الفنون التطبيقية قسم النحت والتصوير الزيتي، بعدين التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، درست 5 سنوات وتخرجت بال 2008. ما شاء الله ما شاء الله، إذا أخذت من بعض البحور قطرة. تماما. طيب الآن الدور اللي أنت جسدته في مسلسل عمر، وهو طبعا كان دور لخالد بن الوليد، هذا الدور ما يلقي عليك بعض التحفيز النفسي أنه أنت كيف تمثل شخصية لها جماهيرية كبيرة ولها دور معين مرسوم بذاكرة كل شخص؟ أكيد أكيد، هي مسؤولية كبيرة، بس لا شك أنه مسلسل عمر هو نجاح لكل من ساهم في هذا العمل، نجاح كبير على جميع الأصعدة. ولكن بالنسبة لي بشخصية خالد بن الوليد، هي كانت تجربة حملة المتعة والفائدة، فبعتقد يفترض يكون في ترتيبات أخرى بالمشاريع المستقبلية بعد تقديم هيك دور. أكيد حكيت المتعة والفائدة، يعني أنت بماذا استفدت؟ نسمع دائما أنه الممثل يتقمص الشخصية ويعيش فيها، أنت بشو من جوة تأثرت؟ ما موضوع تقمص أكثر ما هو يكون أنت حالة البحث اللي خلقها، تحضير لهيك دور، فمن القراءات ومن التدريبات فهي فيها شيء من الفائدة. بتطلع على الحقبة التاريخية اللي كانت تحيط بهي الشخصيات المهمة بتاريخنا الإسلامي، بالإضافة للمتعة بأداء هيك شخصيات. وأنا تحديداً كممثل عندي يعني عندي متعة خاصة بالعودة لهذاك الزمن والعيش في تفاصيله والخوض في شروطه يعني. طيب حياتك الشخصية ما ساعدتك في تقمص الشخصية، مثل ركوب الخيل والرمي بال؟ أكيد يعني في جزء من المقومات ساعدتني، ولكن دور خالد بن الوليد كان بحاجة لتحضيرات خاصة. مثل يعني في شيء في بعض المهارات سبق وحكينا بركوب الخيل، يفترض هي تطويرها، التعامل مع السيف، اللغة العربية الفصيحة، لأن احنا مشتغل تاريخي بس صحيح. ما بيكون بهذا التقعر صحيح. يعني فكان النص شوي يعني مو شوي، كتير مدروس وكتير نحن مطالبين بدقة إيصاله يعني تماما صحيح. فكان بده شوية براكتس يعني الموضوع. طبعا بتعرف مهيار انه اغلب المشاهدين دائما بيحبوا يعرفوا هيك اشياء هيك مش كثير معروفة او واضحة لهم، بيحبوا هيك يعرفوا اشياء. خبرنا اكثر عن شعورك لما اختاروك، يعني انت شاب في مقتبل العمر ويعني يعرض عليك عمل ضخم كهذا واكيد رح يحدد مسيرتك لقدام، يعني فكيف هيك هذيك الليلة، كيف عشت الشعور؟ هيك عيشنا معك الاجواء. يعني هو كان اكيد خبر جميل، هو خيار الأستاذ حاتم علي، وحسسني بس بالمسؤولية. يعني دور مثل خالد بن الوليد ما فيك تتعاملي معه مثل أي دور. أنا بالعموم يعني أنا دائما قلق تجاه أي دور بيجيني، عندي هذا القلق إن شاء الله، عندي هذا القلق دائما. ولكن شخصية سبق وحكيت كمان يعني لكثرة ما قدمت فهي بتحملك مسؤولية أكبر انه انت تقدم شيء جديد فيها. صحيح. طيب مهيار، يعني جانب تلفزيوني او جانب تمثيلي او جانب مسرحي، ايش الاقرب لك؟ الفن انواع، هناك المسرح والتلفزيون والسينما. انا ميال للسينما رغم اني لحديت الان ما اشتغلت سينما، بس انا مهووس سينما تماما، واختصاصي بالمسرح، ف بحب كون دائما موجود بالمسرح. ولكن التمثيل التلفزيوني شوي اناني،
بيمنعك كلمة كبيرة هذه. أناني بده تفرغ تام لحتى كتير. تعمل شيء كويس كمان، يعني تعمل شيء مهم بده تفرغ، فإنك تكون موجود بالمسرح والتلفزيون في آن يعني بنفس الوقت شوي صعب. صح. قبل ما يعني نسألك عن أعمالك المستقبلية، كان بودي إنه نحكي كمان على موضوع ردة فعل الجمهور. يعني كان في كتير تخوف من ردة فعل الجمهور على مسلسل عمر. اليوم بعد يعني شهور مضت من شهر رمضان، أنت في حياتك لما بتمشي في الشارع والناس عم تعرفك، كيف عم تشوف ردة فعل الجمهور على دورك؟ وبتعرف يعني كل الانتقادات سرعان ما تحولت إلى يعني بالعكس إلى شيء إيجابي وحظي البرنامج. تمام، في كان ناس ضد العمل صاروا مع العمل. أنت كيف حسيت؟ بالعموم الحمد لله يعني كانت ردة الفعل إيجابية تجاه المسلسل بالعام وتجاه الشخصية اللي لعبتها. أنا من البداية كنت متخيل أنه تكون ردود الأفعال إيجابية، يعني نحن بحاجة بهذا العصر لهي الشخصيات. نحن على اطلاع على السينما الأوروبية دائما، نحن هني بيختلقوا أبطال من الأساطير من كذا ليأسروا بمجتمعاتهم. نحن هاي الأشخاص والأبطال موجودين بتاريخنا، فوين الغلط نحن نقدمهم؟ يعني حتى بتذكر في أحد التعليقات قريتها حبيتها، عم تقلي إنه حدا عم يقلي إنه أطفالي كتير كانوا متعلقين بسوبرمان وبيحبوا سوبرمان وبيقلدوا سوبرمان، بس بعد ما شافوا مسلسل عمر صاروا بدهم يعملوا خالد بن الوليد، بدهم يصيروا مثل خالد بن الوليد. ففي جملة قيم ومبادئ تأثير إيجابي، تأثير إيجابي يعني نحن ممكن ننشره بالمجتمع. ودائما هو المؤثر البصري خلينا نقول هو اللي يشد أكثر، هو بيشد أكثر وبيرسخ أكثر من المقروء ومن المسموع. طيب صح. مهيار، الآن بعد دورك في خالد بن الوليد في مسلسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الآن هذا بيحملك مسؤولية تجاه أعمالك المستقبلية. نحن نسألك عنها، ما القادم؟ ما القادم؟ هلا حاليا بنعرف نحن كلياتنا بشهر رمضان الكريم انه هو سوق الدراما، فنحن بعد رمضان شوي بنرتاح. في شيء بالافق ان شاء الله يكون منيح تاريخي، تحضيرات ما في شيء واضح لحديت لا عشان ما تورطني، ما في شيء واضح بس ان شاء الله راح يكون في شيء مهم ان شاء الله على المستقبل القريب ان شاء الله. في ناس غششوني ما بعرف صح ولا غلط، قالوا لي عم تجيك عروض تقدم برامج تلفزيونيه، ما بعرف هل قالوا من صح ولا غلط ولا أول مين اول مره بسمع اول مره بسمع منك طيب هل انت مع ولا لا؟ لانه ملاحظ ترى على الفنانين صاروا يتجهوا للتقديم التلفزيوني. يعني هي عرض، الموضوع عرض يعني بكون انا صاحب القرار او الممثل هو بيكون صاحب القرار، حابب يكون بهيك فكره ويعمل شيء منيح مو غلط، يعني اكيد مو غلط. يعني ممكن نشوفك مقدم. السؤال الاخير مو لك، في عندك اي اكاونت على تويتر او على الفيسبوك؟ انا دائما بس بيحكوا لي اسالي الضيوف لانه في كتير فيك. تماما، وفي مشكله يعني في هلا على تويتر في اكثر من شخص باسمي. عندي اكاونت واحد مهيار خضور. حدا على الفيسبوك ما عندي اطلاقا، ولكن في موقع فانز حدا عامله ما بعرف مين، بس معمول بشكل كثير لطيف، وجه لهم تحيه تماما لانه عم يتعبوا عليه. اليوزرات الاصليه ونعملها ان شاء الله بانه هذه هي اليوزرات الحقيقيه. ان شاء الله. نشكر وجودك معنا، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكم، شكرا للاستضافه الجميله. شكرا. مشاهدينا فاصل من ثم نواصل، كونوا معنا. ميني مي آخر ما توصلت إليه صناعة الدمى بعد باربي التي أسرت ملايين الأطفال حول العالم.